بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. المسؤولية وتجارة الكراهية والحالة المرضية. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 583 في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. حلقة مهمة جاية في توقيت أكثر أهمية أيضا، لكن هقول لحضراتكم أبرز ما فيها من ثلاث فقرات مهمة، وربنا يسهل والوقت يسمح لنا إن احنا نناقشهم كلهم. مقالي ومقاله، تعالوا نبني جسور الاحترام. الغربال، حلم العاشرة يولد في نيامي. وبعظمة لسانه اشمعنا وأخواتها. ده المحتوى المهم، لكن يا باشمهندس انطلاقا من بدايتك وجملتك المهمة، هنبدأ أولا ب مقالي ومقاله، تعالوا نبني جسور الاحترام. أنا بس عايز أقول لك في البداية يعني لماذا هذه الاستهلالية بداية، أنا اتفرجت على حلقة محترمة جدا، أحيي القائمين عليها وأحيي إدارة القناة ومسؤوليها أستاذ محمود عادل، أستاذ إيهاب الخطيب، أستاذ باسم عزمي، وأحيي مقدمي ومعدي برنامج البيت الكبير. تمام. على الحلقة الثرية المحترمة اللي بيقدم من خلالها رسالة بتاعة الكابتن علي أبو جريشة. أيوة. بتوقد وبترد بالدليل القاطع وبالضربة القاضية. أيوة. على كل دعاة الفتنة والكراهية. هذا الشخص المحترم، النموذج، الرمز، الذي لم يدخر جهدا في هذه الحلقة أنه يقدم نموذج محترم قدم خلاله حقيقة العلاقات وحقيقة موقف النادي الأهلي. هذه الرسالة هي اللي خلت قناة الأهلي هي الأفضل. أي. على الساحة الرياضية. أي. أكرر التهنئة وأطلب الاستمرار على هذا النهج، وأحيي كابتننا الكبير كابتن علي أبو جريشة. دارت مداخلة أو اتصال بينك وبين الكابتن علي أنت بعد الحلقة، حبيت أشكره. وحبيت أقول له هو ده النموذج المحترم، وهو ده الرد العملي الحقيقة. ففوجئت بيه هو بيشكرنا كإدارة وكقناة، إن أتحت له الفرصة أن يقول الحقيقة في مواجهة الملايين من متابعي الشاشة، وقال هو ده الأهلي وهذا هو الاحترام، وإحنا مش هنزور علشان نتاجر بالكراهية. عجبني قوي هذا النهج، ومن خلال هذه الاستضافة قدمت مجموعة من النماذج الأهلوية العريقة. يعني مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش، لكن يعني مصطفى درويش، الوحش، نصر إبراهيم أظن، نصر إبراهيم، يعني اللي هم الجيل الذهبي بتاع خط الوسط، كلهم ضيف لهم بقى قبل كده العربي وبازوكا وكل الناس اللي عصرت هذا العصر الذي ينسب إليه بداية بذور الكراهية مع 2000، يعني الألفية الثانية. الناس دي لن تدخر جهدا في أن تسرد الحقائق كيف ومتانة العلاقة ومبادرات النادي الأهلي المستمرة في دعم نجوم الإسماعيلي والاعتداد بيهم من أول الكابتن صالح سليم اللي كان بيحضر لهم تدريباتهم على لسان يعني نجوم الإسماعيلي كابتن علي أبو جريشة. النادي الأهلي كان فاتح يعني دكاترته وعيادته لعلاج المصابين منهم، وهذا دوره مش بيمن بيه، ده بالعكس احنا مع الإسماعيلي حالة قديمة أو من العلاقات الطيبة ويعني الاحتواء والأحضان الدافئة. لكن هناك تجار الكراهية أستاذ إبراهيم، أصل بص الكراهية بتيجي إزاي؟ بتيجي الأول بغيرة تنقلب إلى كراهية تتحول إلى حالة مرضية، والنموذج ده موجود ويجب أن يحاسب. آن الأوان لحساب تجارة الكراهية، لأن بتنتقل إلى أجيال بتنتهي إلى دم،
صحيح. الموضوع مش هزار. صحيح صحيح. فمش موضوع انك تجرب وتشاف. اه. يعني انت شفت الحصاد. وهم هم اتنين او تلاتة بالكتير. اه. ابتدوا يستقطبوا طبعا. لان تجارة الكراهية طلع ان ليها مقابل يعني. مجزي. مجزي. اه. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين نفضل على رسالتنا. احنا عايزين الاخرين ينضموا الينا في هذه الرسالة. ويرفضوا هذا النموذج اللي بيؤدي الى ان في ناس بتصدق هذا الكلام ما حضرتوش. احيي مره اخرى قناه الاهلي، احيي البيت الكبير، احيي الكابتن علي ابو جريشه. التحيه واجبه لفاكهه الكره المصريه للكابتن علي ابو جريشه. بس ليه احنا بنقول لكم تعالوا نبني جسور الاحترام؟ احنا في مرحله فعلا الرياضه المصريه فيها حاجات كتيره بتتجدد، فيها نوافذ خير كتيره بتتفتح، في مسابقه وموسم كروي ورياضي بيبدا، في علاقات ريحتها حلوه، في رغبه واضحه جدا لعوده الوئام. شفنا الاهلي وهو بيلعب مباراه طلائع الجيش بيعمل ممر شرفي، البطل بيعمل ممر شرفي للوصيف والوصيف بيسقف له. شفنا التحيه اللي حصلت من لعيبه الاهلي مع طلائع الجيش، شفنا الكابتن محمود الخطيب وهو حريص على انه يحيي لعيبه طلائع الجيش بالخصوص، شفنا لعيبه الاهلي وهي بتشكر لعيبه طلائع الجيش وجهازهم الفني. ده الختام اللي احنا ختمنا بيها الموسم، واللي من خلالها اشتمينا ريحه حلوه بتبدا. ده كان الممر الشرفي اللي البطل عامله للوصيف. بس كمان في معناه وفي رسالته وفي دلالته ما اختلفش ابدا عن اللي كان حصل من مصر المقصه. مصر المقصه بيلعب الاهلي والاهلي حسب موقفه في الدوري، وانت كنت سعيد ان كل الفرق في السبعه الاواخر لم يكرم الاهلي في اي بطوله كما كرم في هذه البطوله. كل مباراه سبع ماتشات بعد ما ضمن الدوري شرفي، كل الفرق بتعمل ممر شرفي للنادي الاهلي. احنا اتكلمنا على الكابتن علي ابو جريشه والاحترام والاسماعيلي والود والاحترام والتقدير، وشفنا طلائع الجيش. مصر المقاصه الكابتن بكر سليم، ولما بقول لكم الكابتن بكر سليم ده راجل من رموز كره السله الزملكاويه، شقيق الدكتور اسماعيل سليم، له تجربه رياضيه كبيره جدا في نادي الزمالك، وكيل مجلس اداره الزمالك السابق. اسماعيل سليم وكيل دكتور اسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك لسنوات طويله، صاحب تجربه اداريه مهمه جدا. كابتن بكر سليم في نادي مصر المقاصه وهو نائب رئيس النادي كان له فيديو مهم جدا وهو بيعبر عن تقديره للنادي الاهلي ورمزه الكابتن محمود الخطيب. ما يمكن ان يبني شيئا في جسور الاحترام. واضحه ان هي محترمه جدا مع كل الانديه، بل وبيسود فيها كمان على مستوى التعامل مع مسؤولي الاهلي احترام واضح. حتى بدات بممر شرفي بيتعمل للابطال، ابطال الكاس وابطال الدوري اللي قبليه وابطال دوري ابطال افريقيا، فلقطه شيك حتى رغم ان هي ممكن تبقى منسيه او الناس مش مستنياها عشان دي بدايه موسم جديد، لكن انتوا عملتوا حاجه زي دي والتعامل بينكم كادارات محترم جدا. فكلمني ازاي بتنظموا او ازاي بتنظموا علاقتكم بالانديه الكبيره زي الاهلي مثلا تحديدا؟ والله طبعا تحديدا الاهلي زي ما حضرتك قلت، كل الكلام حضرتك قلته ده انا ببصم بيه تماما. في قياده كبيره جدا في النادي الاهلي من ايام المهندس محمود طاهر ومن ايام الكابتن حسن حمدي. وطبعا الكابتن محمود الخطيب ده الاسطوره المحترم المهذب. اللي هو محمد عبد السلام هو صاحب فكره تكريم النادي الاهلي او نادي الزمالك عند حصوله على اي بطوله. بتلاقي حضرتك النادي مصر المقاصه بقى تورتايه او ورد او مسيره الشرف اللي اتعملت دي. وانا شخصيا بصفتي من ابناء نادي الزمالك ومن لاعيبي نادي الزمالك وكنت كابتن نادي الزمالك ومدير فني لنادي الزمالك، انا كنت رايح المباراه وكان ليا هدف ان انا اقابل الكابتن محمود الخطيب. أيوة. لان انا اعرفه شخصيا واعرفه عائليا. هذا الرجل المحترم كان لابد ان انا اروح له باسم كل شرفاء نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك ان احنا نعتذر له ونبوس على راسه ونقول له انت قيمه وقامه اسعدتنا وانت لاعب ولم تتطرق بلفظ خارج، وده يدل على انك راجل متربي ومحترم ولك كل التقدير يا كابتن محمود. كلام محترم جدا، تعتذر له عن ايه؟ اعتذر له عن اي اساءه حصلت له من نادي الزمالك. اي اساءه حصلت لهذا الرجل من نادي الزمالك تحديدا رئيس نادي الزمالك. هذا الكلام المحترم الصادر عن رموز محترمه تقدر المسؤوليه
تقدر العلاقات تقدر الرسالة الرياضية. كلام مهم جدا جدا، بيرد على ادعاءات كثيرة جدا على وقت كان في ناس عمال على بطال بدون مناسبة تجيب سيرة كابتن الخطيب. كلما يكرم كلما يزداد ميراث الكراهية والغيرة ونخش في هذه الديلمة. نشكر كل من يقدم نموذجا يفيد هذا البلد ويرسم قيمة الرياضة. أستاذ إبراهيم حاجة محترمة راقية عايزين نؤسس عليها، كابتن علي أبو جريشة، كابتن بكر سليم، كل الممرات الشرفية اللي اتعملت للأهلي واللي عملها للنادي الأهلي، هذه رسالة عايزين نبني عليها. دي مسؤوليتنا وده واجبنا وده اللي المفروض كل الناس تعيه، بالذات على الأقل في الإعلام الرياضي. المسؤولية كبيرة جدا إذا كنا شايفين نماذج مهمة بتؤدي هذا الأداء الرياضي المحترم اللي ممكن فعلا يرطب العلاقات الرياضية بين كل المتنافسين، واللي يقدر فعلا يدفع بالرياضة المصرية وبالمجتمع الرياضي للأمام، هنلاقي نماذج سلبية جدا، هنلاقي نماذج شديدة القتامة والكراهية. ملك وكتابة زي ما بيعمل أو بيلقوا الضوء على النماذج الإيجابية الرائعة اللي بندعو الناس أنها تحتذي بيها وتبني على ما تضعه من لبنات في جدار الاحترام والعلاقات المتبادلة، لا، لابد ان احنا النماذج السلبية جدا نقول له ستوب، هذا لا يليق في هذا الظرف وهذا العصر. انا بس قبل ما نطلع الفاصل، انا عارف عايزين نطلع فاصل في عجالة كده، اقول لك آل سليم دول ايه. آل سليم الدكتور اسماعيل والدكتور بكر. الدكتور اسماعيل والدكتور بكر. الدكتور اسماعيل وهو نائب رئيس مجلس ادارة الدكتور كمال درويش. الفترة دي نفسته بعض جامد. لا أوه. الفترة دي حصل فيها أهم إنجازات وأكبر عدد من البطولات لنادي الزمالك. صحيح، واستقراره. وأدعي أن الدكتور إسماعيل تحت قيادة الدكتور كمال درويش إسهام كبير جدا. وأقول لك سر بقى، كانوا معيشني عينيها في وسط راسي مش عارف أغفل بجد، لأني حسيت أني لا، أنا بتعامل مع ناس صح، ناس فاهمة. واخطر حاجه المنافس بتاعك لما يمشي صح. لما يفكر فيك على طول ما تقلقش منه. لما يفكر في نفسه ويشتغل صح، لا انت لازم تشتغل صحين. فكان في تنافس شريف. دي ناس تستحق التحيه، ولذلك انا مش مستكتر ولا مندهش بالكلام اللي قاله الكابتن بكر سليم. اللي قاله الكابتن بكر سليم اعتقد جزء من رد اعتبار كبير ومستحق للكابتن محمود الخطيب اللي قدم الفترة اللي فاتت كلها نموذجا رائعا على المستوى الإنساني قبل المستوى الرياضي، في قيمة الترفع، في قيمة إدراك مكانة النادي الأهلي وطبيعة النادي الأهلي وتقاليد النادي الأهلي. وفي النهاية فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأعتقد حضراتكم شايفين النتيجة اللي وصلت إليها الأمور دلوقتي إيه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا في الغربال. اهلا بحضراتكم من جديد. فاتنا في البدايه ان ننعي اليوم فقيد او رحيل الكابتن او مستر ديتريش فايس الالماني. ديتريش فايس الالماني المدير الفني للنادي الاهلي 89-90، خد دوري وكاس وسافر في موقف يحسب ليه يا باشمهندس. بص كان اسمه البرنس. البرنس ليه؟ لرقيه الشديد. قعد سنتين او سنه ونص بس ساب بصمه عميقه جدا، سواء على مستوى تطوير الكره في النادي الاهلي ثم مصر. هو اول من ادخل 3-5-2. ايوه. واتذكر ان النقاد الرياضي الكبار بعضهم كتب وقتها من الماتشات الوديه ان ديتريش فايسا يغامر بالاهلي بطريقه مع اول فريق محترم سيلقى هزيمه ثقيله. فيبدأ بداية مرعبة، بيفوز على المنافسين خارج ملعبه، فرقة تقيلة بقى الشعبية، أربعات وخمسات. لم نفز على المنصورة بهذا العدد أبدا في تاريخنا إلا مع ديتريش فايس. وبعدين تولد بقى أنه لفت النظر، مش بس بدي الطريقة اللي قلبت الكرة. يعني هما إذا كان هيدوكوتي يعني في الجيل الجديد، قبل كده كان بروتيتش وفريدز دخل السنتر فيرود المتاخر اللي ابدع فيها صالح سليم ورشحته مع مستر فريدز انه يروح النمسا. ايوه. لما جه هيدوكوتي عمل بقى ورانا يعني ايه زون ديفنس.
والكورة الشاملة وازاي تطلع بالهجمة. لما جه كالوتشاي علمنا يعني ايه التاكلينج. بس بسمة فايسا لا هيدوكوتي كانت عميقة جدا لانها اثرت على الكرة المصرية. ايوه ولانها اثمرت عن جيل كبير الى ان اتى ديتريش فايسا فعلم مصر كلها تاكتيك جديد. قلب 3-5-2 والظهير الطائر. والظهير الطائر كان حظه حلو قوي ابراهيم حسن وربع ياسين. لا وجاله بقى طرفين ما شاء الله الصاعد الرائع هاني رمزي لا جاله جيل يقدر ينفذ هذا الكلام. أيوة. بسرعات طبعا ياسر ريان المهم كان معاه جيل رائع جدا. لكن هو ابتدى يدينا دروس في الرقي. لما كابتن الجوهري جه كابتن وحش بقى استلم في 90 وكابتن الجوهري اوقف الدوري. اولا هو كان شريك في احد الشركات الملابس الكبرى ماركه عالميه. مفيش مره سافر الا ما جاب شنط هدايا للعيبه من هذه الشركه. ايوه اول مره تشوف مدير فني يرجع بهدايا. جنتلمان. لما جه ولقى الدوري وقف راح قال انا ما اقدرش اقبض فلوس بدون عمل وما اقدرش اشتغل بدون هدف. فاولا رفض يقبض كان لسه راجع من الاجازه قال لهم انا لا استحق الشهر بتاع الاجازه ده لان انا ما اشتغلتش من بعدين. واعتذر الكابتن عبد الصالح وقبل اعتذاره راقي جدا. ولما جه بعد كده مع منتخب مصر دي قصة أخرى أقول لك إزاي اتشال عشان يجي كابتن الجوهري بتلكيكة كده. لكن كان بعد دورة الألعاب الأفريقية هنا جابوا لي المنتخب الأولمبي مش بقى أثناءها الدورة بدأت. ده أنا قاعد بتفرج على رفع الأثقال. كابتن محمود سعد دخل المستشفى كان المدير الفني. أيوه قالوا له امسك المنتخب عايز نحكيها بسرعة. قالوا له امسك المنتخب الأولمبي قال لهم أنا ما أعرفهمش وماليش إن أنا أمسك المنتخب الأولمبي. صحيح هو ما كانش من مدرسة إن يجيب مدرب حراس مرمى. فلما راح له الكابتن حسن مختار قال انا مش محتاج مدرب حراس مرمى. فالدكتور عماره قال له ازاي بيدي لنفسه هذا الحق انه يشيل ويحط روح قول له الوزير بيقول لك. قال له المهم حصل خلاف. الدكتور عماره كان حريص ان يشيله. أيوة. انا كنت بتفرج في دوره الالعاب على رفع الاثقال. أيوة. انا في اي دوره جماعيه هي رفع الاثقال احب اتفرج عليه. فوجئت الدكتور عماره داخل المدرجة قلب وبعدين قال يا جماعه فايسا مشي والكابتن الجوهري جه وحل الاتحاد حتى واعلن القرار في اثناء الدوره من هذا المدرج. فطبعا والراجل مشي بدون اي مشاكل بسلاسه شديده جدا رغم تحقيقه اول مره نكسب بره ارضنا. نروح نكسب تونس في ملعبه ونكسب. كان عامل حاله كرويه رائعه جدا رحمه الله عليه راجل برنس بمعنى الكلمه واحد الذين اثروا على مستوى الكره في الاهلي ومصر. رحم الله ديتريش فايسا اللي فضلت علاقته بالنادي الاهلي فيها من الود والاحترام والمشاعر الطيبه المتبادله والمتصله سنين طويله جدا. والاهلي لما كان بيحتاج مدرب آخر من معلومة المانيا كان ديتريش فايسا اللي بيرشحه. اخر معلومه لما رجع بلده مسك ايه بقى؟ المشروع القومي الالماني لعمل جيل من ناشئين للاتحاد الالماني وجه لعب ماتشين هنا ب 18 و20 سنه خسر ماتشين هنا. قال بس استنوا كمان 16 لما تيجوا هتشوفوا فرقه هم بس هتشوفوا في حاله ثانيه. رحنا خسرنا اربعات وخمسات وكان افرز كلوزا وافرز العباقره بتوع المنتخب الالماني. وهو كان عنده تجربه مع المنتخب الالماني للشباب قدم للفوز بكاس العالم 81 حتى. هو عبقري في الحته دي بالظبط. رحمه الله على ديتريش فايسا. لكن شفتوا قيمه الاتصال او الارتباط بالنادي الاهلي يفضل متصل كل هذه السنوات. على ذكر الدوري وعلى ذكر الالغاء النهارده كان الاسبوع الثالث للدوري بدايته. البنك الاهلي بقياده الكابتن محمد يوسف عمل نتيجه كبيره على الانتاج الحربي وفاز 3-0. الجونه مع رضا شحاته كسب الاسماعيلي 2-1. دوري فيه نتائج مثيره جدا وحتى الان التعادل السلبي هو نتيجه مباراه المصري مع اسوان. واسوان كسبان الماتشين الاولانيين بالظبط. بكره الثلاث ان شاء الله انبي هيلعب مع غزل المحله والجيش هيلعب مع المقصه والاربع في مباراه دجله وسموحه. المباريات اللي اتاجلت من الاسبوع الثالث الاهلي اتاجلت مباراته مع الاتحاد ل 11 يناير عشان المشاركه الافريقيه. ولنفس السبب ايضا للكونفدراليه بيراميدز تاجلت مباراته مع دجله
وسموحه او الزمالك تاجلت مباراته مع سموحه ل 12 المقبل، والمقاولين لنفس السبب الافريقي تاجلت مباراته مع سيراميكا ل 12 يناير. كان يا استاذ ابراهيم بعد اعتذار تشاد ومش ما قدرتش تيجي يعني اصبح الزمالك هو اول المتاهلين لدوري المجموعات. ايوه، فممكن ماتش الزمالك وسموحه يرجع لميعاد. لسه حتى الان لجنه المسابقات لم تبت في الامر. وفاتنا ايضا ان نهني الصديق العزيز المهندس احمد مجاهد اختياره الرئيس لاتحاد الكره مؤقتا واداره الاتحاد في هذه الفتره، وتوجيه كل الشكر والتقدير الحقيقه للاستاذ عمرو الجنايني ولجنته الخماسيه على ما انجزت من مهام كبيره جدا في ظروف كانت صعبه قوي. الظروف صعبه وغامضه. لان مش معقوله انت بتجدد للجنه لسه من 20 يوم وبعدين تمشيها. ايوه. يعني اعتقد ان 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 بكره الكابتن احمد مجاهد عنده جلسه مهمه جدا لمناقشه قضايا رياضيه مهمه قد تفصح عن بعض اسرار ترتيبات المرحله الجايه. ترتيبات المرحله الجايه. انما في كل الاحوال احمد مجاهد راجل عنده خبراته، راجل مؤهل جدا، وان كان يبقى السؤال هو ناوي على ايه بكره او فيما يخصه هو. لان كان في كلام ان اللي في اللجنه ما ينزلوش انتخابات، وهو هيبقى في اللجنه التي ستشرف على الانتخابات، بالتالي لن يترشح. فهل مش هيترشح؟ هل ده معناه انه ممكن يخش في سكه الاداره في الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، او حتى على مستوى الاتحاد المصري؟ سوف تصفح الايام عن المشوار القادم. وانا عايز اقول لصديقي العزيز الذي يملك قدرات فرصه انك انت لوحدك اهو معاك اثنين يعني من الشباب النابه عايزين يعني عندهم جوع يشتغلوا صح. احمد حسام عوض كمان ما شاء الله كفاءه، ما هو كادر كويس جدا. لكن ما نقدرش نقول عنده الخبرات بتاعت الكابتن بتاعت الاتحاد. انما يمكن الشواربي عنده ده الشواربي من الاتحاد عنده الأفريق. شويه هذا الكلام صحيح، لكن احمد مجاهد يبقى عنصر خبره تقيل. يا كابتن احمد عايزين نشوف بصمه ليك في صالح الكره المصريه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق. وزي ما قلت لكم اللجنه اللي فاتت، اللجنه الخماسيه، لجنه عمرو الجنايني انجزت الكثير. كل التمنيات للكره المصريه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. لكن حاليا كلام كتير عندنا في الغربال. حلم العاشره يولد في نيامي. نيامي عاصمه النيجر، سافرت اليها بعثه الاهلي امبارح. تخلف عن السفر ثلاث لاعبين اساسيين بسبب كورونا، مجدي قفشه ورامي ربيعه وعمرو السوليه، كما لم يسافر ايضا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره اللي كان تقرر سفره ايضا بسبب كورونا. نتمنى لهم جميعا الشفاء ان شاء الله. الى نيامي، مشاهد من وصول بعثه الاهلي الى نيامي. الاهلي سافر وموسيماني ما سافرش راخر. وموسيماني الاهلي يا جماعه شوفوا داس كل الادغال، تاريخ طويل من نهايه السبعينات حتى اليوم في التجول في كل ارجاء القاره. لكن الغريب انه ربما كانت دي المره او الزياره الاولى للاهلي للنيجر بعد كل هذا التاريخ. ما في بلاد انت ما رحتهاش قبل كده. فدور ال 32 64 ده لو كان لعبه الاهلي كان هيقابل ناس فرق ثانيه عمره ما راحها. صحيح، لان هي الفرق هو طول عمره بيلعب الفرق الثقيله. ايوه، اصل دي كمان حته الثقيله والخفيفه دي بتضحكني والله، ان حد يطلع يقول لك ما قابلش في افريقيا فرق ثقيله كان الوداد وصن داونز والنجم الساحلي والهلال وهو نفسه مش تقيل وهو المنافس التقليدي. طب عايز اتقل من دول ايه؟ طيب البعثه فيها الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر ابراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وايمن اشرف وبدر بنون واليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول واحمد ياسر ريان واكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير. الدور ده يا جماعه دور ال 32 هقول لكم الماتشات اللي هتتلعب فيه، ومن خلالها هتقدروا تستشعروا شكل المجموعات هتبقى عامل ازاي. يعني انا هقول لك وهتقول لي مين اللي هيصعد. في دور ال 32 مباريات الاربعه، سنديب النيجر مع الاهلي. ما هو انا ما اعرفش، انت نفسك قول. اول مره نلعبهم واول مره نروح في اجواء غامضه، مش عايزين ناخد اي ماتش باستخفاف. طيب
طبعا الاهلي المرشح الاقوى للتاهل. المريخ السوداني هيلعب مع انيمبا، ممكن تكون متكافئه المساله. لا دي مباراه لا يمكن التكهن بيها برضو. ان كان المريخ عنده مهمه صعبه مع انيمبا، غريمه السوداني الهلال عنده مواجهه صعبه مع كوتوكو. شوف واحد مع بطل غانا والتاني مع بطل نيجيريا، ماتشات تقيله. لكن انا احساسي انه ربما يكون للهلال والمريخ كلمه فرص للتاهل ان شاء الله، ربنا يوفقهم. الزمالك تاهل النهارده على حساب الغزاله بطل تشاد للذي لم يحضر، فكان الزمالك اول المتاهلين لانسحاب او عدم حضور الفريق التشادي. الملعب المالي هيلعب الوداد المغربي، الوداد عنده الفرصه الاعلى للتاهل. الترجي التونسي في ضيافه اهلي بنغازي الليبي، الترجي يعني البطوله هيستمر فيها الترجي والوداد عندهم فرص، يعني الزمالك دخل دور المجموعات. الترجي والوداد والهلال او انيمبا وكوتوكو او المريخ. لا انا برضو الفريق الليبي برضو فريق هيبقى غامض ومش سهل. حوريا كوناكري الغيني عنده فرص اعلى من راسن كلاب السنغالي. بلوزداد الجزائر عنده فرص اعلى من جورماهيا الكيني، وبقول لكم عنده فرص، يعني قد يكون التاهل منطقي وقد تحدث المفاجاه. كايزر تشيفز الجنوب افريقي بيلعب اول اغسطس الانجولي، ده ماتش تقيل. بوني جريد الجابوني بيلعب مازيمبي الكونغولي، مازيمبي عنده فرصه. مازيمبي ممكن. بلاتينيوم زيمبابوي بيلعب سيمبا التنزاني، ماتش متكافئ. طيب نكنر الديفلز الزامبي بيلعب بيترو اتلتيكو الانجولي، متكافئ جدا. السبت مولوديه الجزائر هيلاعب الصفاقس التونسي، يا الله صدام ضرب نار ده الاشقاء. دي الـ 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 النتائج او خريطه المواجهات. الثلاث بكره يانج بافلوز الاسواتيني هيلعب فيتا كلاب الكونغولي، جالاكسي بوتسوانا هيلعب سان داونز جنوب افريقيا، يعني موسيماني فرقته هتلعب بطل بوتسوانا، ومن ثم فرص سان داونز للاستمرار موجوده، وقد تقع سان داونز مع الاهلي في مجموعه واحده ونلاقي بقى موسيماني في الموقف الحرج اللطيف. الرجاء المغربي بيلعب تونجس السنغالي. اذا البطوله يا جماعه عشان نقول لكم احنا ليه بنقول حلم العشرة، تقيله تقيله جدا، وكل الفرق القويه القوى العظمى الكرويه الافريقيه موجوده في البطوله ومؤهله للاستمرار في دور المجموعات. يعني هتلاقوا دور المجموعات في دور ال 16 الاربع مجموعات يتوقع ان هيبقى كلها ضرب نار، كلها قويه ومتكافئه هتبقى. طيب ده بالنسبه لدور الابطال. قبل ما هنيجي للتفاصيل فيها، الكونفدراليه كمان، المقاولين العرب اللي بيعود لافريقيا بعد غيبه طويله بكره بيستضيف النجم الساحلي التونسي الساعه 6 المباراه في القاهره. المقاولين العرب بقياده نجمه او مديره الفني كابتن عماد النحاس بعد 13 سنه يرجع عماد يواجه النجم الساحلي على ذكريات طرده في مباراه الاهلي والنجم اخر مواجهه. اخر مباراه العماد اطرد فيها امام النجم وظلم الاهلي، المباراه المشهوره تحت قياده العرجون تحكيميا طبعا، وسجل هو كان هدف التعادل. المقاولين كان عنده ظروف صعبه جدا مع كورونا، عدد كبير من لعيبته غابوا، النهارده بدات حالات التعافي شويه. هو عماد النهارده لاول مره النتيجه تطلع سلبيه بعد ما غاب عن الفريق في الايام الماضيه، وبالتالي بيستعيد جزء من قوته، لكن على الاقل في اربع او خمس لاعبين هيفتقدهم ذئاب الجبل. ده بالنسبه للمقاولين. المباريات الثلاث، الاتحاد المنستيري بيلعب مع الاهلي الطرابلسي الاهلي الليبي، الامل في عطبره بيلعب مع سانيتاس البوركيني، نباسا ستارز الزامبي بيلعب مع نياو دي سونجو الموزمبيقي. دي يمكن ابرز المباريات. شبيبه القبائل الجزائري بيستضيف جندر ميري بطل النيجر. كل التوفيق ان شاء الله لبيراميدز مع الاتحاد الليبي. المباراه هيتلعبوا المباراتين في القاهره في استاد الاسكندريه بكره وفي الدفاع الجوي. كل التوفيق ان شاء الله لبيراميدز وللمقاولين في التأهل من خلال هذا الدور بإذن الله. يعني
الاهلي كان تعذر سفر كابتن او الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره، فسافر او كلف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره برئاسه البعثه. يعني نتمنى السلامه اولا للناس اللي هي او التعافي للناس اللي ما سافرتش، ونتمنى السلامه للبعثه هناك، لان اصبحت كورونا ده هو العدو الحقيقي بقى لاستمرار البطولات، او يعني في فرق عماله بتطلع هي من غير ما تلعب. منتخب مصر يطلع من غير ما يلعب، فريق تشاد يطلع من غير ما يلعب، وربنا يستر على الجميع يعني. طيب السفير المصري في النيجر السفير نبيل مكي استقبل البعثه وقدم لها كل الترتيب كل التسهيلات، واكد السفير المصري انه في ترحيب كبير جدا من جانب كافه الجهات الرسميه في دوله النيجر بوجود الاهلي، وقال ان وجود الاهلي في النيجر حدث مهم جدا عند جماهير الكره في النيجر، والكل كان شغوف انه يشوف النادي الاهلي ويشوف بطل مصر وبطل افريقيا يلعب في النيجر، وده دور القوى الناعمه وده دور النادي الاهلي في افريقيا. هذا الامتداد وهذا التواجد وهذا الحضور المشرف للكره المصريه في افريقيا دي مساله مهمه جدا. السفير بيأكد على قيمتها. الفريق اتدرب النهارده على ملعب الجنرال سينيو كونشي في نيامي عاصمه النيجر اللي هيستضيف المباراه. تدريب الاهلي كان على ملعب المباراه لانه الملعب منشغل غدا في مباراه هيستضيف فيها الفريق البطل النيجر جندر ميري بطل النيجر شبيبه القبائل الجزائري، يعني في توقيت واحد موجود الفرقتين العربيتين الاهلي وشبيبه القبائل، ده بيلعب في دوري الابطال وده بيلعب في الكونفدراليه. التدريب تضمن محاضره فنيه من كافين جونسون المدرب العام للاهلي اللي بيقود الفريق في غياب موسيماني، حرص خلالها على استخدام سبوره كبيره جدا لشرح بعض الامور الفنيه والتكتيكيه الخاصه بالمباراه، وتضمن التدريب ايضا فقره خاصه لحراس المرمى الثلاثه الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير اللي اصطحبهم الجهاز معاه. محمد شيجا رئيس نادي سونديب بطل النيجر عبر عن سعادته بوجود النادي الاهلي وقال انه فرقته تلعب مع الاهلي بطل افريقيا في هذه المناسبه ده في حد ذاته شيء طيب جدا لهذا النادي وللكره في النيجر. كل التوفيق ان شاء الله، هتستمتعوا يوم الاربعاء الساعه 4 على شاشه الاهلي. ايوه على شاشه الاهلي هتنقل مباراه الاهلي وسنديب بطل النيجر من نيامي في بدايه حلم العاشره، وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه وايجابيه ومبشره ان شاء الله. نطلع الفاصل، وبعد الفاصل ناس كتير هتتمسك للاسف من عظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في البدايه واستهلاليه المهندس عادل القيعي وعن جدار الاحترام اللي احنا بننشد بناؤه وتعليته على الاقل مع بدايه موسم رياضي مهم ونوافذ كتيره ايجابيه بتتفتح، لكن في المقابل في حالات سلبيه كتيره لازم نقف عندها، لازم نقف عندها للتصويب والتصحيح ولفت الانتباه، لانه كان السكوت عليها في تجارب سابقه كتيره كلفتنا الدم، دم بالمعنى الحرفي. نتمنى ان شاء الله ان اللي جاي يكون افضل. عشان كده في كلام كتير جدا بعضمة لسانه، اشمعنا واخواته. المثل بيقول لك النظر في طبق الغير لا يشبعك، يعني يعني البص ده مش هيشبعك، ما تحاول تشوف طبقك. يعني مع ان يعني خلي بالك الشبع له حاجات كثيره جدا، له اسباب سيكولوجيه جزء منها الرضا والقناعه ايوه والواقعيه. يعني هو انا لما كنت شاكل زي فلان اللي بياكله ده اموت من الجوع؟ ما اكل المتاح ليا بعدين احاول اعمل زيه؟ صحيح لما ربنا يقدرني. صحيح، لكن ابقى كل همي الهي تتسمم؟ الهي تتسمم بعيد؟ معقوله الكلام ده؟ هي دي المشكله يا جماعه، هي دي المشكله. لو كنا عايزين فعلا نبدا صفحه جديده وعلاقات جيده، خلينا كل واحد يركز في شغله، خلينا كل واحد يهتم بعمله، خلينا كل واحد عنده فرقته وعنده ناديه وعنده تحدياته وعنده جمهوره يشتغل لهم، ساعتها الكل فعلا هيمشي لقدام. على ذكر القدام ديت،
الاتحاد الافريقي بمناسبه انتهاء دوري الابطال حب يعمل استفتاء بين الجماهير، ايه اجمل هدف، افضل هدف في دوري الابطال؟ هو قالوا افضل هدف اللفظ افضل هدف اتسجل في دوري الابطال، وساب التصويت للجماهير، كل واحد حر يصوت اللي صوت له. كانت النتيجه فاز هدف القضيه ممكن لمحمد مجدي قفشه اللي فاز للاهلي بالبطوله كافضل هدف في دوري الابطال السنه دي، جول جاب بطوله. لكن من واقع تساؤل المهندس عدلي ليه اشمعنا واخواتها دي اللي بتحكمنا وبتحكم تفكيرنا، اندهش الزميل العزيز عمرو اديب على هذه الجائزه، كانش لوحده في هذا الامر يعني، وسال الزميل احمد درويش الناقد الرياضي عن قصه الهدف وليه قفشه اجمل هدف، ليه قفشه افضل هدف، نشوف كان بيجادله. نشوف عن رايك، وانا مش متحيز يعني، عن اختيار جون قفشه كاحسن جون في بطوله افريقيا. انا رايي وبكل حياديه يعني ان جون شيكابالا طبعا احلى من جون قفشه، انت ايه رايك في الموضوع؟ شوف يا زعم، هو مقياس الاختيار بالنسبه لنا كان ايه وفقا للتصويت؟ الاجمل والافضل؟ تمام يا زعم؟ لا مش سامع يا احمد، قول تاني. مقياس الاختيار او المسابقه اللي تم الاعلان عنها من قبل الكاف عبر صفحته، الهدف الاجمل ولا الهدف الافضل؟ يعني ايه الفرق بين الافضل والاجمل؟ شوف، في الاجمل وفي الافضل، هو المسابقه مكتوبه الهدف الافضل، وبالتالي ده طبقا لانه مسابقه من اختيار الجمهور، فكان للجمهور الاهلي القدره والسيطره والرغبه. لا انا بسالك انت كناقد رياضي. كناقد رياضي؟ جون قفشه ولا جون شيكابالا؟ اصله واضح يعني، جون قفشه الكره رجعت له وشاطها دخلت، انما الثاني كان عامل قيمه، يعني شيكابالا عامل قيمه. طيب انا مش والله مش اهلي والزمالك، بس انت حتى لو سالت اهلاويه كتير هيقول لك جون شيكابالا طبعا. طيب ده جميل وده جميل، هدف قفشه هو الاغلى، هدف شيكابالا هو الاجمل، عشان نبقى منطقيين. ايه الاغلى ده يعني؟ ثمنه مثلا؟ طبعا اغلى، انه جاب بطوله غاليه جدا، صعب بيها كاس عالم انديه، توج بيها الاهلي بطل افريقيا، كمان العائد المادي ثمنه اغلى، لان النادي الاهلي بيحصل. انت كناقد رياضي، انا هجيب لك فيديوين، فيديو فيه جون كابتن قفشه الله يبارك له، وجون شيكابالا، واقول لك يا احمد انهي جون احلى؟ بسيطه، الاجمل شيكابالا. الاجمل شيكابالا. هو اصر كابتن او الاستاذ عمرو اديب ان يضع الاجابه في فم الناقد الرياضي المحترم احمد درويش، وابتدى يقول له اصل جون قفشه انا مش متحيز والله. جون قفشه فيه قيمه. يا استاذ عمرو، لو كان على القيمه، ما المسابقه ما كانتش على القيمه اللي في الاجوان، لان بهذا المعيار كان لازم بقى يخش وينافس ويفوز هدف الكابتن حسين الشحات في الوداد. في الوداد نتفرج بقى على القيمه بقى اللي رقص والنمنمه اللي رقص كل البلد، واحد اتنين تلاته اربعه جون، لا في اهداف اذا كان على القيمه، لكن جون الكابتن شيكابالا، جون ماركت الكابتن شيكابالا، جون محترم بيقول على قدرته انه يقدر يقطم ويقطع ويشوط بالقدم العكسيه، ان جه من اليمين يحطها ان جه من الشمال يحطها باليمين، ان جه من الشمال من اليمين يحطها بالشمال، جون حلو جدا وراح في السوكه، وجون عمل تعادل. لكن جون قفشه لا، مش جون عادي، جون قفشه فيه توقع وفيه تعليمات، خش واقتحم، دخل في وسط اتنين، اصطاد كوره ضله، خدها الاول على ركبته ما طالتش منه، وبعدين شاطها قبل ما تنزل على الارض وهو بيجري. لا يا حبيبي، ده جون فيه قيمه عاليه قوي قوي قوي. وبعدين يا سيدي، ده جمهور الاهلي شايف الجون ده احسن، وجمهور الزمالك شايف الجون ده احسن، وعندما يدخل الاستفتاء في حسابات الجماهير، الاهلي جماهيره بترجحه، ما نزعلش، ما نقعدش نتكلم. وبعدين اذا كان اللي على الافضل، مؤكد ان الجون ده الافضل. ليه بقى؟ جاب لك بطوله في نهائي على غريم او منافس تقليدي، وصلك لكاس العالم، جاب لك مبالغ هائله جدا، دخلك التاريخ. توقيته عمل افيه هو الاعلى. القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن. فما دي, ما
دي التصفيه بين المقارنات لغايه لما وصلوا للهدفين. طب حسين الشحات، طب اقول لك حاجه، حسين الشحات كان بينافس مين؟ كان بينافس قفشه. يعني في سكه قفشه، يعني اللي اختاروا قفشه ما اختاروش حسين. هل جون قفشه بمعيارك انت من ناحيه النمنمه يا مالك النمنمه والقيمات احسن من لا، لكن اهم. طبعا اهم، لان ده كان جون حاسم زي جون الكابتن ابو تريكه، حاجات مش هتتنسي. جون عماد متعب وزي جون كابتن عماد متعب في الكونفدراليه في الحاجات اللي التاريخ يتوقف. اما يعني هو في زج، طب في الدوري جون الكابتن رضا عبد العال في غزل شبيه، في جوان كده، لكن انا تعيش. هل نقعد نقول ان هين احلى بمعيار مين؟ انت شايف ده احلى؟ جمهور الاهلي شايف ده احلى، وجمهور الاهلي لما جه فاضل بين الجون بتاع حسين الشحات لانه ما كانش يعني بيعمل حس، صحيح، انما ده جون انتظره الجماهير بالشكل ده، كوره وانت بتجري بهذا الاندفاع ما تطولش منك، كنت بتاخدها على فخدك ولا على ركبتك عشان تاخد قرارك قبل ما تنزل الارض، وانت بتجري تشوط فيتنبأ بن شرقي يبص لها ويقول يا نهار ابيض، وهي لسه بتطلع من رجله، شعر انها جول. طيب هنرجع لشمعنا واخواتها، لكن خلينا نروح معاكم الى النيجر والزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى نيامي. فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا استاذ ابراهيم، كل التحيه للباشمهندس عادل القيعي. انا مستمتع بالوصف الباشمهندس لهدف مجدي قفشه، طبعا قيمه الهدف واهميه الهدف، فانا مستمتع جدا بكلام الباشمهندس عن وصف هدف مجدي قفشه. طيب فاروق حطنا بقى في الصوره الكامله من احوال البعثه، حالات اللاعبين، كل الترتيبات اللي عندك، اخر المستجدات ايه؟ اتفضل. طبعا استاذ ابراهيم انت عارف احنا قدرنا في النادي الاهلي طبعا سريعا بنقفل الصفحات وبنبدا صفحه جديده وبنبدا تحدي جديد وبنبص لبكره، والكابتن الخطيب دايما كان بيقول للاعبين بكره بتاعنا يعني بطوله جديده وتحدي جديد. المشوار وبدايه مشوار البطوله العاشره بمشيئه الله بينطلق من النيجر من نيامي. لو هنلخص يعني وصول بعثه فريق النادي الاهلي على متن طائره خاصه، وكان من القرارات المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي يعني حضور الفريق الى النيجر على متن طائره خاصه، امر من الامور المهمه جدا، يعني لقى استحسان الكثير من يعني كافه افراد البعثه سواء الجهاز الفني واللاعبين على قرار مجلس الاداره. كان الوصول لمطار ديوري هماني بنيامي بالامس في تمام الساعه 8:30، ثم سريعا استقال اللاعبين الحافله، وكان موجود في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه بدوله النيجر ومسؤول السفاره، اللي كانوا حريصين على التواجد، وبعض افراد الجاليه المصريه العربيه على التشريف والترحيب بالنادي الاهلي وايضا انهاء كافه الاجراءات. سريعا تم الانتهاء من الاجراءات والتوجه الى مقر اقامه الفريق بنيامي اللي بيبعد عن المطار ب 10 دقائق. سريعا تناول اللاعبون وجبه العشاء، ومن ثم كل لاعب صعد لغرفته وبدا التحضير لليوم الجديد. اليوم بدا النهارده يا استاذ ابراهيم عن وجبه الافطار اللي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، ثم المسحه الطبيه وحضور المراقب الطبي الخاص بالاتحاد الافريقي واجراء المسحه الطبيه للاعبي النادي الاهلي. المسحه كان حضور يا محمد المسحه مهمه يا محمد، نتائج المسحه ايه؟ ظهرت ولا لسه؟ عايزين الحاجات اللي هي الناس مستنياها. اتفضل يا باشمهندس. نتائج المسحه الاخيره اللي اتعملت من الاتحاد الافريقي يا فاروق. حتى الان يا باشمهندس استاذ ابراهيم لسه لم يتم الاعلان عن نتيجه اجراء المسحه الطبيه، هي تم اجراءها اليوم لكن حتى الان لم يتم الاعلان عن نتيجه المسحه، يعني ممكن يكون مع الساعات القادمه او غدا بمشيئه الله، لكن انا اطمنك ان شاء الله كل الامور تمام. طبعا انت عارف فريق النادي الاهلي واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للنادي الاهلي وللبعثه، وحرص شديد جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومسؤولي النادي الاهلي طبعا كابتن سيد مع توليه مهام رئاسه بعثة فريق النادي الاهلي، يعني مجهود مضاعف للكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب. والتشديد على هذا الامر. الطقس عندك عامل ايه يا فاروق؟
الوقت اللي انا بكلم فيه حضرتك فيه دلوقتي يا استاذ ابراهيم درجه الحراره 34 درجه ونسبه الرطوبه عاليه جدا صيف. ومن المتوقع ان درجه الحراره يوم المباراه هتتراوح ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. وكان لي حديث مع طبيب تغذيه النادي الاهلي دكتور عبد الرحمن سعيد، قال لي طبعا يعني في ظل درجه الحراره العاليه ونسبه الرطوبه هيبقى يوم المباراه طبعا في نوعيه اكل معينه، في نوعيه سوائل ومشروبات للاعبين هتعوض اللي هيفقده اللاعبين من املاح وسوائل في هذا حالة الملعب عامله ايه النهارده؟ الفريق اتمرن في ملعب المباراه، نجيلته عامله ايه؟ طيب ده يمكن الاتصال قطع مع الزميل فاروق يعني صلاح طبعا. طب رجع لنا تاني لنيامي. فاروق طب منا نجيله الملعب عامله ايه؟ الملعب الرئيسي اللي اتمرن عليه الفريق النهارده يعني. بالفعل باشمهندس يعني حاله الملعب وارضيه الملعب يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليا كلام معاه والكابتن سامي قمصان، يعني ارضيه الملعب لم تلقى استحسان الجهاز الفني للنادي الاهلي، الجميع ابدى استياءه من ارض الملعب. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال احنا دايما متعودين على هذه الامور خاصه في الادوار التمهيديه وسوء ارضيه الملعب، واتكلم على ان اكيد طبعا خبرات وشخصيات لاعبي النادي الاهلي هتكون قادرة على التعامل مع هذا اللقاء. نقطة مهمة جدا برضو يا باشمهندس عايز اتكلم فيها، ان النهاردة كان في اجتماع لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين ومع الجهاز الفني عقب تناول وجبة الغداء عن طريق تقنية الزوم. اجتماع استمر لاكثر من 30 دقيقة، يعني ما بين 30 ل 40 دقيقة. مستر بيتسو موسيماني طبعا كان بيتكلم مع الجهاز الفني واللاعبين طبعا على المباراة وعلى بعض الامور الفنية، مش انا يعني مش هنخوض فيها، لكن من ابرز الامور طبعا المشكلة اللي انت بتواجهها في مركز 10، غياب مجدي قفشة وغياب ناصر ماهر، والعملية التوظيف مين هيتم توظيفه في هذا المركز، وهل من المحتمل ان ممكن النادي يلعب بثلاث لاعبين في خط الوسط او اثنين رؤوس حربة. دي كانت من اهم النقاط اللي كان مستر بيتسو موسيماني بيتكلم فيها خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين عبر تقنية الزوم. طبعا في تواصل مستمر من مستر بيتسو موسيماني مع كيفن جونسون وافراد الجهاز الفني والكابتن سامي قمصان، بيقف على كل كبيرة وصغيرة. تركيز بقى والحالة التركيز اللي عند اللاعبين يا استاذ ابراهيم، ده شعار لاعبي النادي الاهلي. طبعا فريق سنوديب واحد من الفرق اللي يعني تم انشاؤه او حديث العهد عام 2014، اعتلى منصات التتويج في النيجر سريعا بالدوري والكاس، واحد من الفرق حديثي العهد. لكن يعني في المباراه الدور ال 64 قدر ان هو يفوز على استاد سيني كونيتشي على بطل مقدشي بطل الصومال بهدفين، وحقق النتيجة أيضا نفس النتيجة على الملعب مقدشي وفي الصومال بنتيجة هدفين، يعني فاز في لقائين، لقاء الذهاب ولقاء الإياب، وده يعني بدي دافع للعبة النادي الأهلي عدم الاستهانة بالخصم. دي كانت أهم رسائل الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان للاعبين، عدم الاستهانة بالخصم وضروري التجاوز عقبة فريق سونديب، واحد من الفرق طبعا. وأنا عايز يعني أحطك في صورة أكتر، هو مش من الفرق اللي بتتمتع بشعبية هنا في النيجر، يعني الفريق صاحب الشعبيه الكبرى هو فريق الساحل اللي توج بالدوري في النيجر. طيب فاروق بمناسبه الشعبيه، فاروق المباراه مسموح فيها بحضور جماهيري ولا بدون جماهير؟ السؤال ده يا استاذ ابراهيم انا بالفعل سالته اليوم لمحمد شيجا رئيس نادي سونديب، ويعني قال لي جماهير النيجر النهارده كانت تتمنى ان يكون في حضور جماهيري، لكن قرارات الاتحاد الافريقي بعدم حضور الجماهير. قال لي اسم النادي الاهلي، وجود النادي الاهلي اعتقد ان ال 35,000 متفرج ساعه استاد سيني كونيتشي كانت هتبقى ممتلئه تماما. النادي الاهلي بيتمتع، انا عايز اقول لك بقى استاذ ابراهيم، النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في النيجر من لحظه وصول فريق النادي الاهلي الى النيجر من المطار حتى في كل مكان. الجميع بيسالنا على اللاعبين، يعني ابرز النجوم اللي الجميع بتسال عليها، ابو تريكه وبركات وعماد متعب وعماد النحاس ووائل جمعه، لاعبي النادي الاهلي يعني كتير جدا من جماهير النيجر هنا حافظين لاعبي النادي الاهلي، يعني تابعوا مباراه الاخيره للنادي الاهلي امام فريق الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. الجميع تكلم على هدف مجدي قفشه وفوز النادي الاهلي. ايضا رئيس النادي قال لك اللاعبين كانوا في حاله سعاده لما عرفوا ان الفائز من لقائهم مع فريق مقدشو هيكون في مواجهه النادي الاهلي.
ايضا وسائل الاعلام في النيجر هنا تحدثت عن اللقاء، وكان المنشط الرئيسي لاغلب المواقع او الصحف بطل افريقيا في ضيافه النيجر، وواضح ان هم كمان متابعين الامور. قالوا ان الاهلي بيعاني من غيابات لبعض العناصر المهمه زي مجدي افشه صاحب هدف في الانتصار في البطوله الاخيره، وغياب عمرو السليه وغياب رامي ربيعه. ناس متابعه النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه اكثر من رائعه وشعبيه جارفه هنا في النيجر. ده بكره التمرين الاخير مش كده؟ اليوم كان المران الاول على الاستاد سيني كونيتشي، وده الملعب اللي هيستضيف احداث اللقاء استاذ ابراهيم. وبالمناسبه هذا الاستاد تم افتتاحه عام 1889، وهو بيحمل اسم الجنرال سيني كونيتشي احد الرؤساء السابقين لدوله النيجر، اللي كان تولى الحكم في الفتره من 1974 ل 1986. الاهلي لظروف اقامه لقاء غدا في الكونفدراليه، لقاء في الكونفدراليه غدا على هذا الاستاد بيجمع ما بين بطل النيجر ونادي شبيبه القبائل في الكونفدراليه. تقرر ان النادي الاهلي اليوم يكون يؤدي مرانه الاخير على هذا الملعب، ثم يؤدي مران غدا على احد الملاعب التابعه للاتحاد النيجر، ملعب الجامعه او المركز التقني الخاص بالاتحاد النيجر لكره القدم. هيكون مران غدا في تمام الساعه 3 بمشيئه الله. طيب. شكرا يا فاروق، شكرا. وان شاء الله لو ظهر اي شيء في اي خبر مهم عن عينات المسحه يا ريت توفينا بها. شكرا جزيلا ليك، شكرا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى النيجر، وأعتقد حط حضراتكم في الصورة بالكامل وطمنكم على البعثة. أنا حاجة أكتر من حاجة مهمة استخلصتها من يعني الحقيقة بحييه، لأنه قال حاجات، هو ركز على الحاجات المهمة. الشعبية، الجماهيرية، أرض الملعب ده أنا فكرة عنها، توقيت الملعب، والاتنين دول الحقيقة أرض الملعب ودرجة الحرارة وتوقيت المباراة التلاتة صعبين جدا. أرض صعبة، توقيت صعب جدا، ودرجة حرارة صعبة جدا جدا. يعني الماتش مش هيبقى سهل، زائد انه كسب رايح جاي على بطل مقديشو، ده بيقول لك الفرقة دي مش سهلة. الفرقة دي 2014، طب ما هو ما نشوف سيراميكا كيلوباترا. يعني كيلوباترا الفرقة اللي بتطلع فجأة دي بتبقى طالعة مستعدة كويسة جدا. فالمباراة في ظل غياب عندنا مشكلة. الثلاث صناع لعب، كابتن وليد، كابتن ناصر، كابتن أفشة، الثلاثة مش موجودين. لا، لكن في نقطة بقى هنعوض الكلام ده ازاي. المعلومة الجديدة اللي أنا استخلصتها أن موسيماني متواصل بشكل متصل ومستمر فنيا مع الفريق، ده شيء كويس جدا. فهو 100% كان بيتكلم في النقطة دي وهيتغلب عليها ازاي، عنده ترتيبات ليها وعنده بدائل مؤكدة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتواصل مع حضراتكم في كلام مهم جدا بعظمة لساني. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اول مدرب يكون ضحية الدوري الجديد ريكاردو البرازيلي المدير الفني للاسماعيلي، تقرر الاستغناء عنه حالا. مجلس ادارة الاسماعيلي بعد هزيمة فريقه من الجونة قرر الاستغناء عن ريكاردو. مباراة المصري واسوان لسه خلصانة ايضا بفوز المصري 3-0، ودي أول هزيمة لأسوان اللي كان منطلق من الجنوب، لكن هو ده الدوري الجميل السنة دي. دوري تقيل. صحيح، كنا بنتكلم في إشمعنا وأخواتها. وليه إشمعنا وأخواتها؟ النادي الأهلي مشي منه السنة دي بعض النجوم التقال. طلع الكابتن مدحت شلبي وقال إشمعنا جمهور الأهلي زعلان من رمضان صبحي ومش زعلان من احمد فتحي، وعمل مقاربه بين الاثنين. نسمعها ونشوف هو معاه حق ولا لا. ايه الفرق بين موقف احمد فتحي وموقف رمضان صبحي؟ اللي عنده فرق يقول لي عليه. ايه اللي يخلي الجمهور يبقى مع احمد فتحي رائع جدا جدا ويهتفوا له حتى الرمق الاخير، و عكس الكلام ده كله مع رمضان صبح؟ ايه الفرق بين الموقفين؟ احمد فتحي شاء المولى ان هو مقيد في النادي الاهلي، وبالتالي هيلعب طبيعي نهايه الموسم طبيعي، يعني ما عملش حاجه جديده، ما عملش شيء جديد. الراجل كمل لنهايه الموسم وهيقبض
مكافاه الدوري زي زمايله، ولا جديد بالنسبه له، ولا تضحيه بالنسبه له. هو الراجل اختار يروح بيراميدز بعد ما انتهى عقده، تمام. رمضان انتهى عقده زي احمد فتحي بالظبط، بس الفرق ان انتهى عقده قبل نهايه الموسم، فاختار زي احمد فتحي بالظبط ان هو يروح بيراميدز. ده اللي انا كنت عايز اشرحه للجمهور، لا فرق اطلاقا. اطلع بكلم بموضوعيه علشان احيانا بتبقى فيه هوجه. انا رايي فقط لا غير تناول الصحافه والاعلام وتناول الجماهير للموقف هنا والموقف هنا. احمد فتحي كمل لنهايه الموسم لان هذا عقده لنهايه الموسم. رمضان صبحي كمل لنهايه عقده لان هذا هو عقده، هنا يقف وخلاص ما يقدرش يلعب تاني مع النادي الاهلي. ده كمل عقده ومشي، وده كمل عقده ومشي. ايه الفرق بين ده ومن ده؟ لا يوجد فرق على الاطلاق. وهو الكابتن مدحت طلب الموضوعيه في الحوار، ودي اللي هنلتزم بيه. احنا ما رضيناش نخش في هذا الموضوع يعني حاجات كتير، اعتبارات كتير كان في ذهننا ما نتكلمش فيها، لكن لما يطرح سؤال لازم يتجاوب عليه. ايه الفرق؟ ساعه اتخاذ القرار من الكابتن احمد فتحي والكابتن رمضان صبحي، لا الجمهور زعل من الاثنين. ايه الفرق بقى؟ فرق جوهري جدا. اولا كابتن احمد فتحي عقده كان خلص وكان بيتفاوض وبعدين خد قرار، فالجمهور زعل، لكن رد فعل الكابتن احمد كان فيه خبره، كان فيه نضج، ما حاولش في اي لحظه يقول تعليق غير انا تحت امر النادي الاهلي وانا هديله حقه للنهايه، وادى وادى بامانه وادى بكفاح وادى بقتال لحد اخر يوم. كابتن مدحت قال كلمه مهمه لكن هو ما خدش باله منها شويه، ان عقده خلص في نهايه عقده، ده كلام سليم. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الكابتن رمضان كان متفقا مع النادي الاهلي ان الاهلي يتمادى ويستمر ويضحي باموال، وقال له خلصني مع يدرس فين. لحظه استاذ ابراهيم، لا، النادي الاهلي كان حاطط مخطط متدرج وكانه بيشترك كابتن رمضان وهيدفع فيه اللي خده ويمكن اكتر، الأربعة مليون استرليني اللي ما وصلوش كاملين للاهلي لان لسه في مستحقات ما اتحصلتش. خطته كان ايه؟ انه بدل ما ياخد المبلغ ويخش فيه ديبيت او في حوار في التقسيط، انا اخدك اعاره سنه، الثانيه الثالثه بقى لازم يبقى بيع نهائي. فدفع مبالغ طائله، حوالي مليون و600 مليون و700 الف استرليني، بخلاف ده حقوق نادي هيدرسفيلد. اتقسطت على سنتين، كل سنه تقريبا نص المبلغ، سنه 800 وسنه 900 او اكتر شويه. انما غير الكابتن رمضان اللي خد برضو على اعلى فئه، بخلاف ان النادي الاهلي ساعه طبعا لقيمه هذا الكابتن انه يجيب له اعلانات ويقف على رجليه يعني. ودخل الكابتن رمضان خدنا منه السنه الاولانيه بشكل رائع جدا، السنه الثانيه تقريبا ما خدناش منه حاجه لانه راح المنتخب الاولمبي عمل اداء هايل جدا، شفنا منه نضجه كويس جدا، شجع النادي الاهلي ان يرى فيه قياده واعده، نضج لاعب يستوي، وانه مش خساره فيه ان الدفع فيه المبالغ وهو قال انا مش هروح في مصر في اي حته الا في النادي الاهلي او الاحتراف الخارجي، والنادي الاهلي لم يدخر جهد في هذا الامر، وفضل لاخر لحظه حسب التفاصيل اللي كانت مع الكابتن امير توفيق، طبعا بمراقبه الكابتن الخطيب ولجنه الكوره وتبادل المعلومات، انه لحد اخر وقت الكابتن رمضان مستمر مع النادي الاهلي بس خلصوني من هيدرسفيلد. فلما خلصناه من هيدرسفيلد كان الكابتن امير فرحان جدا ورايح يبلغه بهذه الفرحه، ففوجئ ان قال له لا ازاي، استنى بقى. هنا كانت الصدمه وهنا كان الكلام، عشان كده كان رد الفعل يا تجاوب خلال ساعه يبقى انت في دماغك حاجه تانية من البدايه. الموقف ده كان له تاثير مش كويس في النادي الاهلي. انت لو قلت
خلاص انا في هيدرسفيلد وانا هشوف احسن عرض جاي لي. كان النادي الاهلي هيبقى احد الانديه التي دخلت في المنافسه وعامل حسابه يا ياخدك يا مش هياخدك. طيب الفرق الجوهري كمان تاني يا كابتن مدحت في تعامل الكابتن احمد بعد ما اعلن انه رايح بيراميد واحترامه لمشاعر جماهير الاهلي، هذا الامر لم يكن متوافر في التعليقات وفي البودي لانجوج وفي التقديم. ان اول حاجه على فكره ان يقول انا ادي كابتن احمد لقد تقدير متبادل لاخر لحظه له مع الاهلي كلها عناق واحترام، مش عشان انه مشي او قعد. طبعا من حق كابتن، من حق اي حد ياخد القرار اللي هو عايزه، بس الوضوح شويه كان مهم. لكن الاهم من كده، انت لما تخرج من نادي الاهلي تخرج بمكايده ولا تخرج باحترام للمكان اللي اتربيت فيه؟ لما يطلع يقول هوس في برنامج تقديمه ل جماهير في بيراميد، لما يطلع يقول انا رحت عشان طموحي، انت رايح من نادي بطولات. انت رايح من نادي يحقق الطموح والبطولات، وكان يخوض مشوار ناجح افريقي وفي الدوري المحلي ومستمر في كاس مصر. اذا الطموح كان بشكل اكبر. اما تقول كده وكانك خارج من نادي، يعني اسف يعني، وكانك تضع النادي الاهلي اقل من النادي اللي انت رايح له، مع احترامنا للجميع، ولكن ده الاهلي. ما تقولش كده حتى لو هذه حقيقه. انت مش رايح عشان الطموح، انت وكان الاهلي سيحترم جدا، وانا واحد منهم. لو انا جاي لي مبلغ كبير قوي ما اقدرش اقاومه يا جماعه، والله العظيم على فص عيني انا خارج وانا عارف اني لازم هرجع، بس المبلغ ده هيامن لي مستقبلي، ما تسيبوني اجرب 3 4 سنين بره وبعدين باذن الله. لعيب صغير في السن كان يقدر يحتفظ بشعبيته وجماهيريته، وانه كادر واعد جدا كان الاهلي يخطط للاستثمار فيه. الاهلي كان بيدفع فيه مبالغ مسبوقه لم تحدث لاي لاعب اخر. فكل هذا الكلام، هذا هو الفارق، ان الجمهور شعر انه لا احنا داخلين بقى. وللاسف الشديد اعتقد ان هو اتجرجر في المؤتمر واتجرجر بعد كده انه يعيش هذا المناخ اللي ارجو كابتن رمضان يبتدي. معلش استحمل غضب، كلنا بنستحمل غضب، الجماهير بتغضب مننا كلنا، وانا واحد منهم والاستاذ ابراهيم واحد منهم، ونتعرض لهذا الموقف. لكن ما نقدرش غير ان احنا نحترم الجماهير، نحترم عشرتنا، نحترم تاريخنا، نحترم النادي اللي مدلنا ايده. اول ظهور ليك يا كابتن رمضان كان مع الكابتن خطيب، وانت عندك كام سنه؟ 11 سنه ولا حاجه زي كده، 9 سنين باين ولا 10، ولا 10 سنين. يعني اذا انت العين عليك ككادر بيتربى عشان يتقدم انه احد رموز النادي الاهلي، كان ممكن تمشي في هذا السياق ليوما ما. مين اللي كان مش بعيد انك كنت تبقى رئيس هذا النادي لو فضلت على نهج رئيس هذا النادي اللي لازم الناس تتعلم منه، وتتعلم من الكابتن حسن، وتتعلم من الكابتن صالح يعني ايه الاستمراريه عن العطاء في مراحل متعدده. طيب. هذا هو الفرق يا كابتن مدحت، فالمقارنه مش موجوده. كابتن مدحت له راي قبل كده، قال يا جماعه العمليه ببساطه، رمضان اتعرض عليه مبلغ كبير اختاره. ايوه هو معاه الحق انسانيا، احنا قلنا الاختيار ده حق انساني، لكن الفرق لو هنجمل الكلام، الفرق في الحالتين الوضوح، واحد واضح وواحد العبان. في المفاوضات المساله ما فيهاش اي قدر من الوضوح. الاحترام ما كانش متوفر لعلاقه النادي وعطاء النادي، وان النادي الاهلي صرف حوالي 2 مليون استرليني. ما انا بقول لك النادي الانجليزي هو اللي احترم الاهلي كده، انه الاهلي قد ايه كان محترم في العلاقه. لا العرض الاخير كان متجاوز 2 مليون وشويه كمان، انما اللي تم صرفه على الاعاره. يعني انت معنى كده هيدرسفيلد قال لك انا احترمت موقف الاهلي انه فضل ملتزم بسداد كل المستحقات اللي عليه للاعب وليا برغم اصابه اللاعب. ده فرق كبير جدا. رقم ثلاثة التقدير، انا بقدر العلاقه او ما بقدرهاش، ورغم ان ليه متاخرات ما حتصلهاش من النادي الاولاني، من النادي الانجليزي اللي كان انتقله في البدايه. هي دي الفوارق الجوهريه. لكن يبقى بالتاكيد الجمهور من حقه ان يغضب او يعبر عن مشاعره، اللي احنا بنتمنى انه اي تعبير لا يخرج عن الحدود الاخلاقيه. لكن كمان انا بس عايز اقول كلمه اخيره في هذا الامر. بس كمل كلامك. اخر كلمه في فيديو مهم، بس قبل ما تخش على الفيديو انا عايز اقول كلمه في هذا الامر. بالنسبه لكابتن رمضان صبحي، احنا لازم احنا كمان نقدر
ان الراجل ده لا خلاص، حتى لو خبرته ما اسعفتوش كيف انه يتعامل مع هذا الملف وهذه اللحظه، لكن احنا بنقول جماهيرنا مش هنقدر غير نقول لها يا ريت نتوقف. لكن انا نصيحتي له كواحد بيحبه ويتوسم فيه الكثير، كابتن رمضان خلي بالك من كل تصرف وكل كلمة، جمهور الأهلي مش هيتحمل ولا حد يقدر يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه غيرك انت، انت اللي تقدر تسترد علاقتك بهذه الجماهير. يسترد او لا يسترد، ليست هذه القضية، القضية كما اوردها وائل جمعة، الناس دي عملت ايه؟ ايوه وائل جمعة قال كلام مهم قوي. رأيك في بعض اللعيبة اللي رحلوا عن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت؟ احنا لسه بنتكلم ان احنا مشوفناش في النادي الاهلي حاجة وحشة. صح. النادي الاهلي ما ساعدنا كتير كلاعبين، ساعد كنتوا كلاعبين كتير جدا، اداكوا كتير جدا، ما خدعكوش في حاجة، كبركوا وعلمكوا وساعدكوا وكون شخصيتكوا واداكوا حب الجمهور. النادي الاهلي عمره ما بيقف على حد، عمره ما هيقف على حد ولا هيقف على حد. كان وقف من بداية التاريخ وبداية تكوينه في 1907 على الناس اللي أسسوه، إنما لا، الأجيال عدت والأجيال اتكونت محققين أكتر من 140 بطولة مثلا ما شاء الله يعني، ولسه النادي الأهلي هيحقق. فالنادي الأهلي مش هيقف على حد يعني، مش عايزين نعد الأسماء والشخصيات الأسطورية اللي عدت في تاريخ الكرة المصرية من خلال النادي الأهلي. فالنادي الأهلي مش هيقف في الطريقة، إنما ما تخدعش النادي الأهلي وما تصغرش النادي الأهلي، وده سبب زعلي، ده سبب حزني من الناس دول، إن هم صغروا النادي الأهلي. إحنا عارفين التفاصيل وعارفين تفاصيل المحاولات التجديد والأمور كلها، فأنت مش عيب إن أنت تمشي وتقول للنادي الأهلي إن أنت هتمشي، انما ما تخدعش النادي الاهلي وانت محسوب ان انت اسطوره من اساطير الاهلي او ابن من ابناء الاهلي، تيجي تفضل تخدع النادي من 5-6 شهور. انا معاك، انا مش مع النقطه دي، وده اللي زعلني اكتر حاجه جدا من اللعيبه. وقلت وانتقدت النادي ان هو وصل مع اللعيبه دول لدرجه الثقه انه يفضل سايبه لاخر لحظه. الاحتراف ما عادش فيه طبعا والاغراءات الماليه، انما انا بتكلم انسانيا، انت ما شفتش جوه النادي الاهلي حاجه وحشه، النادي الاهلي بيعرض عليك فلوس، انت لما هتجدد للنادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيديك رز وزيت وحاجات، لا هيديك فلوس اقل من اللي انت كان اللي انت رحته، انما في حاجات كتير جدا تقدر بمال، حب الناس ليك، تقدير الناس ليك، في حاجات ابواب بتتفتح لك وانت بتشيرت النادي الاهلي او وانت سايب ذكرى كويس في النادي الاهلي، هتتجاوز اللي انت هتاخده ده كله بكتير. واعتقد ان هم حسوا وهيحسوا الفتره اللي جايه بالنقطه دي، نقطه مشيانهم من النادي الاهلي. انا بص اللي عجبني في النقطه دي كابتن وائل، وعدم اقطع كلامك، جمله قالها الكابتن محمود الخطيب وانا مقتنع بيها تماما، ساعه ما طبعا الاعلام الكبير يعقوب السعدي ساله، قال له أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. تلخيص رائع رائع وتوصيف رائع من الكابتن وائل جمعة. الأهلي ما قصرش مع حد، ما تسئش للنادي الأهلي، وقال ما تصغرش، ما حدش هيقدر يصغر النادي الأهلي. نمرة ثلاثة، هو ما كانش هديك يعني ما كانش هديك رز وزيت. احنا لما نيجي نتكلم، هو ال 40 مليون ولا 60 مليون ولا 30 مليون، في مراحل بعد رقم معين ما تبقاش بالخطوره. يعني انت لما تيجي تقول لي هاخد مليون في الاهلي بس هاخد 2 مليون او 3 مليون في حته تانية، دي ارقام تحدث فارق، لان المبلغ المعروض يبقى يقدر لسه يطور في حياتك. لكن لما تيجي تقول لي هو ناخد 30 مليون ولا اخد 40 مليون في حته تانية، طب 30 مليون وابقى في بيتي وابقى في باعلاناتي وابقى بانجازاتي المحتمله، لا دي مش الفوارق اللي تخليني اسيب. ايا كان الوضع، دول هم الخسرانين، هم الخسرانين. احنا بنتكلم على كابتن خطيب، الناس اللي بتحاول تقلل قيمه الاهلي زي ما وائل جمعه قال، والكابتن خطيب قال كده، الناس دي اختارت، انا زعلان عليهم، اختارت دلوقتي الاختيار الغلط، تتحمل تبعاته خلاص، لكن ما اخترتش الاختيار المادي وكمان هتستعملني. انا بس يا استاذ ابراهيم، لما قلت الكلمه اللي فاتت دي قلتها لان كفانا استفزازا للجماهير، خلاص نقف عند هذا الحد.
الجماهير لها حقوق علينا جميعا بقى. انت اتنقل قد على فكره في لعيبه اتنقلت ومعاها جزء من الجماهير، لكن انت ليه حريص تخسر كل الجماهير؟ هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ايضا كلام مهم وحساس شويه. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في اشمعنى واخواتها. واحده من اخواتها بقى ظهرت في استضافه الكابتن خالد الغندور على شاشه الزمالك لدكتور سالت عنه في الوسط الرياضي كله الحقيقه ما حدش عرف، الراجل ملوش سابقه اعمال في الوسط الرياضي، لكنه قال كلام كتير خطير، كلام فيه نوع من النبش في القبور، عشان كده قلت لكم كلام حساس وكلام يثير قضيه اخلاقيه بجد. هل بعد 14 سنه من وفاه لاعب محبوب زي محمد عبد الوهاب الله يرحمه اللي توفى في 31 اغسطس 2006 وفي نفس اليوم اللي لعيبه النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ ياخدهم لزياره اسره محمد عبد الوهاب واهداء والدته بطوله افريقيا والاطمئنان عليهم، نسمع كلام زي ده هو استاذ ابراهيم في قناه الزمالك انت بتقول نبش للقبور؟ ايوه انت بتقول في نفس اليوم هي نفس سياسه اهاله التراب على كل شيء محترم يعمله النادي الاهلي، ده في تعمم. انت رايح لي بقى لابو لاهل الله يرحمه محمد عبد الوهاب يوم يحاول نسمع الفيديو ونشوف جريمه النبش في القبور والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والصديق العزيز الناقد الرياضي الاستاذ عصام سالم اللي تولى اداره منظومه نادي الزمالك الاعلاميه، هل يجيز هذا الكلام؟ هل يقبل نبشا في القبور بعد 14 سنه بحق اسره ونجم؟ نشوف. ما تابعتش في حاله محمد عبد الوهاب يا دكتور؟ ما عندكش معلومه يا دكتور؟ ها؟ لا عندي. ماتش منتخب مصر والسنغال اغمى عليه مره. مره كان في الزمالك والاهلي. الزمالك والاهلي وقيل انه محمود ضربه كوع وده ما حصلش واتعادل كذا مره. في امبي برضه اغمى عليه مره كان ماتش الاهلي فعلا؟ دول ثلاث مرات. الثلاث مرات اللي وقعهم رحمه الله عليه هو عمره ما مسك صدره. كان دايما بيمسك دماغه. طيب هل تم فحصه؟ مش معقوله لعيب يغمى عليه في ماتش اهلي يغمى عليه في ماتش اهلي وزمالك وبعد كده ما يروحش عامل له تشيك اب كامل على جسمه. قيل وقتها بقى انه يعني تلاحم المباريات والبطولات لم يسمح بهذا. اول مره اتعمل ضغط او تركيز على هذا اللاعب رحمه الله عليه كان في حلقه في احد البرامج. كان للاسف كنت انا يعني السبب في هذا الضغط يعني. وقتها كان في مفاوضات ان انا اروح وبتاع وحاجات زي كده، انا اعتذرت طبعا. يعني طب الصدمه تعتقد ايه يا دكتور؟ صبر. يعني اصل الطبيعي ومنطقي هذا اللاعب كان مريضا، يعني اللاعب اللي يغمى عليه ثلاث مرات وهو عنده 23 سنه يبقى كان عنده مشكله ما لم يتم اكتشافها بس ورغم ان هو اغمى عليه في ماتش يعني قمه، يعني كان لابد ان يخرج هذا اللاعب على مستشفى ويتفحص بالكامل. قيل ان هو كان في مشكله في القلب ومش عارف ايه والكلام، مع كل احترامي للكلام ده هو عرب مسكين رحمه الله كان بيمسك دماغه، ففي شك ولو 1% ان يكون في تمدد شرياني، وهي حاله نادره جدا، تمدد شرياني في المخ مع المجهود بيضغط بطريقه او اخرى هذا التمدد في المخ فبيعمل اغماء. على فكره يوميها كان سهران عشان كان بيغني اغنيه لسيد عبد الحفيظ في اعتزاله وسهر لغايه الصبح، يعني هو مش من النوع اللي بيسهر، مجهد جدا راح من هناك على التمرين على طول. مجهد جدا. اذا طالما هناك اغماءات سابقه هو ده الكلام، يبقى لابد ان يكون هناك عرض. بس اتفضل يا باشمهندس. سهران طالما ان في اغماءات سابقه ما تغنيش، يعني هو عايز يقول كده، عايز يقول ان السبب انه كان سهران، يعني كلهم كانوا سهران. والله انا ما شفت حاجه كده، لكن انت يعني انا هتنازع عن حقي في التعليق لان انت كنت عايز تعلق. شوفوا يا جماعه بس مبدئيا ده في نفس يوم زياره لعيبه النادي الاهلي لوالده محمد عبد الوهاب، وكان احنا بنحارب الوفاء، وكانه هذا الزميل بهذا الهدف بهذا الاستضافه لهذا الضيف غير المعلوم اللي بيقول انا عندي معلومات. اعرف ان انت عندك معلومات يا سياده الدكتور، عندك معلومات بتطعم في شرف وسمعه وكفاءه اطباء اشتغلوا بالمناسبه مش بس طبيب النادي الاهلي، لانه محمد عبد الوهاب الله يرحمه
توفى في اغسطس 2006، كان بعد كام شهر من المشاركه مع منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته في كاس الامم الافريقيه هو في مصر. كده يعني متخيل انه حسن شحاته تواطأ، مانويل جوزيه تواطأ واشركه بدون فحوصات طبيه زي ما الافند الدكتور ده بيقول. هل لو انت دكتور تغذيه تتكلم على الشيف شربيني والشيف مش عارف مين يحق لك ان انت تطعن في سمعه اطباء للمنتخب الوطني والمنتخب العسكري والنادي الاهلي ونادي انبي وكل الانديه اللي مثلها محمد عبابة الله يرحمه بدون سند لمجرد انا عندي معلومه؟ انت مش قاعد على مصطبه بتقول انا عندي معلومه، لما تكون سيادتك راجل علمي دكتور بتتكلم في حاله شخص توفى يا اما تملك الدليل العلمي المحترم يا تسكت، لكن تنبش القبور بكلام مرسل وكانك انت قاعد على قهوه. ده كلام في منتهى الخطوره. قال ايه بس هو ده اجله، هو ده عمره. الله، على فكره لو هو عنده معلومه واخفاها يبقى هو مدلس، هو مشارك. هم طبعا اللي شافوه كان ما وصلوش لعلمك ان يعرفوا ان في مشكله، انت عرفت وقفت تتفرج ليه؟ ده في منتهى الخطوره ان انت مش بس بتتهم الاجهزه الفنيه اللي اطمأنت على حاله اللاعب وكل اللاعبين، لكن لو هتتكلم بقى على انه وقع فبتعتبرها سند. كل اللعيبه وقعت وهي بتلعب، كل اللعيبه وقعت. ابو تريكا وقع في ماتش الاسماعيلي واغمى عليه ورجع لعب. لعيبه كتيره جدا لو هتعرضها دلوقتي كتيره قوي، ده ابو تريكا وغيره، هتلاقي حالات كتيره جدا في مصر وحول العالم للعيبه اتصدمت ووقعت. هل ده يعتبر دليل علمي يا اخ يا دكتور؟ عايز اقول لك حاجه، في حاجه مهمه جدا، لعيب النادي الاهلي كل موسم بيبتدوا بيكشفوا طبعا كشف عام والمنتخب. انت بقى بعلمك الغزير تمدد الشرياني بتاع كان لازم تروح تنبه زمايلك، زمايل المهنه دي من شرف المهنه طبعا ومن حرصك على قيم انسانيه، تنبه مش تستغلها في برنامج هذا مش عارف انا خايف بس محمود علاء وغيره ياما لعيبه ربنا يحفظهم جميعا بيقعوا وبيتعرضوا لاصابات. هل ده سند يا فندي؟ هل ده سند يا عم الدكتور؟ هل ده علمك؟ شيء بقول لكم نبش في القبور واساءه لحد. بس ده نهج مستمر انك انت تصدر مشكله للاهلي في توقيتات حرجه. بالظبط زي ما يطلع نفسه برضه خالد الغندور يتكلم ليه الاهلي ماتش المحله اتنقل؟ ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيلي؟ نسمعه عشان تشوفوا الفتنه بتبدا منين. لو عايزين نعالج تعالوا حاسبونا او حاسبوهم. لانه ما ينفعش كده. نشوف خالد الغندور وهو بيتكلم على سبب نقل مباراة الاهلي والمحله وليه الاهلي كمان ما بيروحش الاسماعيليه. انا مضطر اعمل فتنه رياضيه. لان للاسف لما بتيجي تتكلم في المواضيع دي بيعتبروها فتنه. انا دلوقتي من اسبوع بالظبط كان معايا الاستاذ حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحله. وقال لي قلت له يا كابتن انتوا فعلا في كلام ان الماتش بتاعكم مع الاهلي الامن مانع اقامه المباراه؟ فقال لي كانوا طالبين منا اشتراطات امنيه وامن الغربيه رافض، فاضطرينا نقول لنادي الاهلي تعالى نلعب على ارضك الاول وبعد كده نلعب الماتش الثاني على ارضنا. تمام؟ طيب نتكلم بالعقل كده يا جماعه، لان مصر عيب انا بقول اهو عيب ان مدير امن يقول مش قادر امن ماتش بدون جمهور. عيب. طيب هل الاشتراطات الامنيه دي مرتبطه بدخول الجماهير؟ مرتبطه بنادي بعينه؟ هل غزل المحله مش هيلعب كل ماتشاته في الدور الاول على ارضه لغايه ما الاشتراطات الامنيه تتعمل ولا هو ماتش واحد؟ تعالوا بقى نشوف الاهلي هيلعب مع مين. الجدول بالنسبه لنادي الاهلي مع الفرق اللي هيقابلها اسهل بكتير من الزمالك. هيلعب مع مصر المقاصه في استاد السلام، والاهلي هيلعب يوم الجمعه يوم الاجازه عشان الامن في الغربيه ما وافقش، بس وافق السنه اللي فاتت انه يلعب الزمالك مع طنطا بجمهور بدون اشتراطات امنيه. هيلعب يوم الجمعه في استاد السلام وبعد كده هيلعب الزمالك. كويس قوي. خالد الغندور بيقول لك انا سالت حسام عزو نائب رئيس نادي المحله، ملياش دعوه هو قال لك ايه، بس هقول لك حسام عزو نفسه في مداخله في اتصال مع احد الزملاء اعتقد مع هاني حتحوت
رايه كان ايه؟ او مع ابراهيم فايق، ابراهيم عبد الجواد، مع الزميل ابراهيم فايق، حسام عزو يا سيدي اللي انت استندت له عشان تضرب الاسفين الجديد بين الاهلي والمحله، هسمعك نائب رئيس نادي المحله قال ايه. عايز اتكلم بقى مع حضرتك على نقل المباراه المقبله امام النادي الاهلي، مباراه كانت ستقام على استاد غزل المحله ثم تم نقلها الى ملعب الاهلي والسلام. والله يا فندم بص، هو كان في اشارات امنيه الامن طلبها مننا، احنا كلمنا الامن اللي يجي النهارده عشان ناخد الموافقه. الامن جه اعترض على بعض الحاجات كده، فما ادناش الموافقه مع استعجال لجنه المسابقات ان عايزه قرار النهارده. فاتصلنا بلجنه المسابقات والكابتن. طب الاول بس ايه نوعيه الاشتراطات الامنيه المطلوبه في الملعب؟ كان بالنسبه للكاميرات يا فندم، بالنسبه للكاميرات. بالنسبه للكاميرات يعني احنا حاطين 21 كاميرا، هم عايزين يزودوهم شويه. ماشي. مع نوعيه مختلفه من الكاميرات اللي موجوده كمان. عايزين كاميرات اعلى شويه في الجوده. اعلى شويه حضرتك في الجوده. وده اللي احنا بنعمله يعني خلال يومين هيكونوا جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا مع استعجال لجنه المسابقات في القرار. فاتفقنا مع لجنه المسابقات والنادي الاهلي ان الدور الاول يبقى الاهلي واحنا ان شاء الله الدور الثاني. بدلتوا ال تمام ايوه ايوه يا فندم ايوه ده اللي حصل بالظبط يعني. بالتوافق مع النادي الاهلي وبالتالي أيوة. حتى كمان عشان يبقى اذا ما فيش مشكله يبقى المباراه دي هذه المره ستكون على ملعب الاهلي والدور الاول الاهلي والدور الثاني ان شاء الله في المحله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني لما خالد الغندور قال كده تاني يوم جماهير المحله وهي بتساند فرقتها دخلت تساند فرقتها وتشتم الاهلي. هو ده اللي عايزه. بالفاظ نابيه جدا. هو ده اللي عايزه. وده اللي مطلوب. وده اللي خالد الغندور مش عايز يفتكر انه الواقعه بتاعه 2013 و2012 محاولات مستمره مع الاهلي والمحله اللي كانت المباراه تحدث فيها كارثه بورسعيد كان فيها ده. مازن مرزوق اللي بأدار المسابقة واللي حط الجدول حط النقاط على الحروف في كلام الأمن اللي مستكتر خالد الغندور إنه يبقى فيه دواعي أمنية. اسمع لمنظم المسابقة. الجهات الأمنية وافقت على أغلب الملاعب، في بعض الملاعب لها اشتراطات أمنية ولهم الحق. يعني ما برضو مش كل ملعب هتقدر تلعب فيه كل المباريات أو تقدر تلعب فيه الأهلي والزمالك بالذات. أيوه. ليها اشتراطات أمنية، في حاجات بتتوافق عليها وفي حاجات ليها متطلبات زي استاد غزل المحل. أيوه. ليه متطلبات لازم يعملوا حاجات ويظبطوها، ما ظبطوهاش لغايه دي كانت طلبات الامن. كانت طلبات الامن فلم تنتهي الحاجات الاشتراطات قال لك احنا محتاجين كاميرات بكواليتي عالي وباعداد وابواب معينه بارتفاعات معينه يعني حاجات امنيه انا يعني أيوه. ما افهمش فيها قوي يعني، لكن في النهايه اشتراطات لابد من توفرها. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص، الاهلي اخر حاجه يطلب بدليل النادي المحله طلع شكر النادي الاهلي. ما عندي كان المهندس حسام على القصه دي ويعني على ايدي انا اللي تدخلت علشان اقلب الماتشين علشان ما يبقاش في مشكله في الملعب وحصلت مع نادي الزمالك وبيراميدز ونادي الزمالك وطلايع الجيش اللي هيبقى في الاسبوع السادس نفس القصه. قلبت الماتشين اتقلبت الماتشات بموافقه الناديين يعني انا مش لوحدي كده باخد قرار، لا ما ينفعش لازم موافقه الناديين يوافقوا، فبنقلب عشان مشكله الملاعب استاد القاهره هيتفتح يوم 15 يناير ان شاء الله. فالزمالك هيرجع يلعب في استاد القاهره، المفروض دجله كان برضو طالب يلعب في استاد القاهره فيقدر يرجع يلعب في استاد القاهره. طيب هل من ضمن الامور هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا بص عشان برضو الناس يعني في انديه برضو تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن وبلعب ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤى الامنيه فبتحصل. فالاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه خلاص يبقى دي لابد من احترامها. دي رؤيه امنيه طبعا بحته يعني اكيد انا لو عليا لعب الناس كلها، لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظريتي هتبقى قاصره لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني أنا ما عنديش الخلفيات بتاعت الأمن، الأمن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن ما أنا أطلع أتكلم لما أنا أطلع أقول لا هيلعب الأهلي هنا والزمالك يلعب هنا أبقى بقول أي كلام، لأن اللي بيأمن البلد دي ال 100 مليون هي الجهات الأمنية وهي عارفة الصالح العام. طبعًا في 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 بعض الحاجات هم ممكن يقول لك لا هنعمل دي، ممكن نعمل دي، ممكن نلعب ثلاث اربع ماتشات في اليوم في نفس المكان في نفس المديريه يعني. أيوة أيوة. بيتعاونوا في حاجات كتيره جدا، لكن في حاجات بتبقى ليها رؤيه امنيه واشتراطات امنيه معينه لابد من احترامها.
بص يا سيدي، اسباب امنيه، والزمالك هيتنقل له، هيتبدل له ماتشين. لكن هو بيؤجج باستمرار مع الانديه الشعبيه، وانت كويس انك المحت، وهنجيبها بعدين. القضيه دي مش هتتقفل عند هذا الحد، لازم يبان موقف كل واحد بيعمل ايه عشان يبقى مسؤول عن تصرفاته. برضه في ماتشنا في 2012 مع المحله نفس الموقف ونفس التسخين، وكادت تحدث كارثه، ولكن الامن تعامل معاه لانه فاطن اليها واجلت الكارثه اللي تحدث في بورسعيد. كفايه بجد. الراجل قال لكم دي دواعي امنيه وده موقف امني. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.